بون الحمد لله احنا لحقنا في ظروف جيده مع الفريق. هما تاني نشكر نادي غومبيا تاع غومبيا باش سهلوا لنا الماموريه هذه، والحمد لله انا متحضرين للمقابله ان شاء الله. يعني كتشوف المباراه من الناحيه الفنيه ان شاء الله؟ هي مباراه صعبه، هي مباراه تاع كاس افريقيا، ان شاء الله نكونوا بيان فيها ولي ما نفوزوا بالمباراه. بون هادي سي نوفيل اكسبيريونس لي انا تانيت باش نلعب اول لقاء تاعي مع الصيف، ان شاء الله ندير كل المجهودات تاعي باش نكون في الفريق ونسجل الاهداف ان شاء الله. الهدف تاعكم يعني هنا هو الفوز في المباراه؟ بيان سور، ان شاء الله نسهلوا الماموريه تاعنا باش نفوزوا المباراه، باش المرحله الاياب ان شاء الله نلعبوا بكل سهوليه ان شاء الله. نوجه لهم تحيه بهذه المناسبه ونشكرهم كذلك على الوقوف تاعهم معنا، وان شاء الله نجيبوا لهم الفوز هذا.